في إطار محاربة كل الأطر الغير قانونية والتصدي لنشاط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدر الصلب متكونة من 5 رعايا أفارقة وثلاث جزائريين ينشطون بمحور الجزائر العاصمة وعدة ولايات جنوبية حدودية. وبعد تقصي لمعلومة وردت لمصالح الشرطة واستغلالها المحكم، تم حجز 1 كيلوغرام من الهيروين والكوكايين، 20 هاتف نقال و22 مليون سنتيم. الموقوفين سيحالون إلى السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفاتهم.